السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليدي باج من الأدوات الممتازة جدا في عمل التحليل البيئي زي ما شوف مع بعض. هو بيشتغل جوه الجرس سوبر، ومفروض ان هو بيشتغل كمان جوه الريفيت، لكن الحقيقة فريق التطوير والتصميم ما كملش. يعني انا حاولت اشتغل عليه على الريفيت، لكن حصل شوية مشاكل في الاول، فكلمت المبرمج فقال لي لا، احنا وقفنا التطوير في الادوات دي اللي موجوده في الريفت للاسف يعني. فلذلك هنشتغل بيه على الجراس هوبر والراينو. ده الموقع اسمه ladybug.tools، وهنا الريسورس، فتقدر تقول له انا عايز اعمل داونلود، وهو اوبن سورس فتقدر تحمله مجاني بدون اي مشاكل خالص. ودي التولز اللي احنا ان شاء الله هناخدهم واحده واحده، الليديبج والهاني بي والبتر فراي والدراجون فلاي، ونشوف ازاي نستخدم الملفات بتاعت اي بي دبليو ماب ان شاء الله نتكلم عنها النهارده. ودي الادوات وكل اداه، ايه الحاجات اللي مرتبط بيها، يعني اللي دي بج مثلا بنلاقي فيه الاناليسيس داتا، بنلاقي فيه الفيجوالايز داتا، اناليسيس جيومتري، دي المؤسسات اللي شغالة بالأدوات ديت زي شركة سوم، من أكبر الشركات في مجال الاستراكشر. بيقول لي هنا هتعمل داونلود، فالملف هينزل معاك. طيب الملف بعد ما أعمله داونلود أروح فين؟ هروح على الراينو وتقول له أنا عايز أشغل جراس هوبر، ومن جراس هوبر هتقول له فايل، وهتقول له سبيشال فولدر، وتقول له كومبوننت فولدر، وتاخد الملفات اللي انت حملتها وترميها في الفولدر دوت. زي ما انت شايف انا مسطب الدراجون فلاي والهاني بي والليدي باج وهكذا، بحيث ان شاء الله نبدأ نتكلم فيهم. طيب دلوقتي احنا موجودين هنا على الليدي باج، هقول له ان انا عايز داونلود ويزر بالشكل دوت. طيب هقول له انا عايز بانل، بانل ده عشان تظهر لي المعلومات، فبدوس دبل كليك وتكتب بانل. تمام، ده ممكن تقول له مثلا من هنا لهنا. تمام، مفيش اي حاجه خالص لان لسه ما اديتهوش الانفورميشن، فاقول له بولين تاجل، ونشوف ازاي نبدأ نربطهم ببعض. طيب انا محتاج هنا برضو اللي بي ويذر. تمام، طيب هقول له برضو انا عايز اديله المعلومات، يبقى الاي بي دبليو ينفع اوديه هنا. ماشي، لسه برضو مخدش المعلومات، انا عايز اديله ويذر يو ار ال. تمام، طيب خليني ادخل على الملف اللي هو انا دوست دبل كليك على الملف دوت اللي هو التاجل، فافتح لي هنا الليدي باج تولز اي بي دبليو ماب. دي خريطة العالم اللي نقدر كل مدينة ناخد منها الملف بتاعها. وليكن مثلا كل لون من دول موجود الخريطة بتاعته، الملف ده عبارة عن ايه. طيب وليكن مثلا في ايطاليا، بتروح معلم على المكان اللي انت عايزه، النقطة اقرب نقطة ليه، فبيقول لي داونلود فروم دي او اي، هتقدر تحمل الملف ده عندك او كوبي لينك. انا هقول له كوبي لينك. حصل حاجة؟ محصلش حاجة. تمام، دوست كوبي لينك وخلاص. طيب خلينا نرجع بقى للليدي باج اهوت، وهاجي هنا ادوس دبل كليك واقول له بانل. والبانل دي دبل كليك عشان اكتب المسار اللي انا خدته كوبي اهوت. الملف ده هتسحب كده وتبدا ترميه في ويزر يو ار ال. طبعا لو عندك على الجهاز بتاعك هتبدا ان انت تحطه هنا، هو اوتوماتيك اهوت قرا الملف. طيب استفدت انا ايه بقى؟
هقول سبتي بالراحة عليا. طيب هنا طبعا التاجل دي لو دست مرة واحدة بيروح قافل ال اي بي دبليو ماب اللي هو انت خليته فولس، ماشي، هو ترو فولس. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له دبل كليك وتقول له انا عايز البانل، وتسحب من هنا لهنا، تمام، ارالي المعلومات بتاعت المكان. هسحب برضو واقول له بانل، وتبدأ بتقول له التمبريتشر، ارالي المعلومات. طب اتجاه الرياح، طبعا كل ما الملف ده بيتغير كل ما كل المعلومات اللي هنا بتتغير، كل مكان ليها المعلومات الخاصة بيها. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ده طبعا هيفيدنا في الدروس اللي جاية بعد كده، فتابعوا معانا ان شاء الله على قناة